عسلامة، أنا رحمة تونسي انجينير انفورماتيك تخرجت السنة. نحب نقول للي عماد المهندسين عاملين تظاهرة لو 14 نوفمبر قدام مجلس النواب باش نتلموا لي انجينير كل اللي يقرا واللي يخدموا الناس كل باش نحاولوا نحسنوا من وضعية الانجينير بصفة عامة ونحاولوا نشوفوا شنو نجموا يضيفوا لنا الدولة والناس كل. ان شاء الله نتلموا كل قدام مجلس النواب ونحاولوا نوصلوا صوتنا. وميرسي.